السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة التعبير الكتابي المندرجة ضمن الأسبوع الخامس من الوحدة الرابعة، مجال الحرف والمهن، المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث. إذن أزور ضيعة فلاحية. أقرأ الموضوع، أحكي عن زيارتي لضيعة عمي وأصف ما شاهدته. إذن سنحكي عن زيارتنا لضيعة عمي ونصف ما شاهدته. إذن أكمل بداية الموضوع بالكلمة التالية. إذن المقدمة في نقرأ الكلمات بداية: زيارته، ليانعتي، يوم مشرق، ضيعة، تمتع. إذن أول شيء كنتحدث عليه هو متى قمنا بالزيارة هذه الضيعة. إذن في صباح يوم مشرق، توجهت مع أبي. إذن هنا نضرب على المكان، مع من وإلى المكان، إلى ضيعة عمي. ضيعة عمي لزيارته. توجهت رفقة أبي إلى الضيعة لزيارة عمي، لزيارته. ضيعة عمي لزيارته، إذن إلى ضيعة عمي لزيارته، وتمتعي بجمال الطبيعة. إذن في صباح يوم المشرق توجهت مع أبي إلى ضيعة عمي لزيارته والتمتع بجمال الطبيعة. أرتب الجمل وأربط بينها بالروابط المناسبة التالية. إذن الجمل: يجني الثمار الناضجة في المساء، يغرس الفسائل، يجري المياه، شاهدت فلاحا مفتول العضلات، يحرث الأرض ويبدر البذور. إذن أول جملة نوصف المشاهد ديالنا: شاهدت فلاحا مفتول العضلات، يحرث الأرض ويبذر البذور، يغرس الفسائل ويجري المياه، يجني الثمار الناضجة في السماء. إذا غنقوم بالربط ديال هاد الجمل باستعمال الروابط وكما ثم. إذا شاهدت فلاحا مفتول العضلات، مفتول العضلات، يحرث الأرض ويبذر البذور، ويبذر البذور، أيوة استعملناها، ويبذر البذور، فلاح مفتول العضلات، يحرث الأرض. نو هادي ركينا في الجملة، كاينة في الجملة عندنا ويبذر البذور. كما، إذا غنستعملو الآن كما، يغرس الفسائل، وغنستعملو وهنا، كما يغرس فسائل ويجري المياه، المياه، ثم في الأخير ثم يجني ثمار، يجني الثمار الناضجة في المساء. إذا أملأ الفراغ وأتمم خاتمة موضوعي. إذا الخاتمة: كانت زيارتنا رائعة، فقلت لأبي: ما أجمل ضيعة عمي،
ما أجمل ضيعة عمي وما أندل مهنة الفلاح. إنه يعمل ويتعب من أجلنا. إنه يعمل ويتعب من أجلنا. فقال لي نعم يا بني. فقال لي نعم يا بني. إنه يستحق الشكر والتقدير. إنه يستحق الشكر والتقدير. نعود نقرأ معكم. إذا نبدأ بالمقدمة. في صباح يوم مشرق توجهت مع أبي إلى ضيعة عمي لزيارته والتمتع بجمال الطبيعة. شاهدت فلاحا مفتول العضلات يحرث الأرض ويبذر البذور، كما يغرس الفسائل ويجري المياه، ثم يجني الثمار الناضجة في المساء. ختمة. كانت زيارتنا رائعة، فقلت لأبي ما أجمل ضيعة عمي وما أنبل مهنة الفلاح. إنه يعمل ويتعب من أجلنا. فقال لي نعم يا بني، إنه يستحق الشكر والتقدير. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.